ايضا في السباحه للظهر بس بطريقه ثانيه، والمدرب الكابتن ايمن الحفلاوي سيصحح الاخطاء وينبه على الاخطاء التي اقع فيها اثناء التجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يبدا سباحه الزحف على الظهر، حركة الصباعين التبادلية، السباحة الصحيحة بقى. أحسنت، ماشي. طبعاً زي ما شايفين بيحرك رجلين وبيحرك إيدين بشكل تبادلي. الودانه أو بمعنى باللغة العامية ودانه الاثنين داخل الماء. الحركة دي النقطة دي مفيدة جداً عشان بوضع جسمه طافي في المية، راس نايم على المية، حركة الرجلين والإيدين بشكل تبادلي. مشط القدم لازم يكون ممدود، معرفش ظهر في الفيديو ولا لأ. حاول تفرد مشط رجلك، ها مشط القدم. ها عاش. ها زين، وضع الراس ثابت طول المسافه، ده برضو نقطه كويسه. بعض الاشخاص بيبتدي يرفعوا راسهم مع التعب. الخطا الموجود حاليا برضه هنحاول نفهم ايه دكتور عبد الله، وضع الحوض، وضع الرجلين، المنطقه السفليه لازم يرفع جسمه شويه، الرجلين تبقى ترتفع لفوق شويه. موجود بعض الاخطاء في الذراعين. دخول الايد في الميه لازم يكون فوق الراس، تكون ايدك بتنزل فوق راسك بشكل صحيح. ايه هنا مفصل الكتف يعني لسه متيبس شويه، فايدين ما تنزلش بشكل صحيح. حاول ايديك تنزل فوق راسك. ها رجلين، رجلك عاش، رجلك. ها ها عاش. عاش. ابتدى يرفع رجلين لفوق شوية. احسنت. طبعا مجهود كبير جدا، وبيحاول الشخص بالممارسة يؤدي التمرين دي بشكل صحيح. مسافة زي ما انتم عارفين 50 متر سباحة طول الحوض. طبعا بقى في بعض الاخطاء بنحاول نتفاداها، ما فيش شخص بيسبح بشكل صحيح 100%. بيحاول مع الممارسة يحسن الاخطاء بتاعته ويزيد اللياقة البدنية بتاعته، يزود التحمل عنده ويزود الساعة الهوائية ويزود ساعة الرئتين في الهواء. دي كلها بتساعد الجسم في السباحة. عاش. أحسنت. أحسنت. أحسنت، كل التوفيق. عاش.